بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، بكل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. أما بعد، من كتاب سنن الترمذي للإمام الحافظ الحجة أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثور بن موسى الضحاك البوغي الترمذي رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء سننه وشراحها في الدارين، آمين. الباب 30 من الكتاب 43، كتاب تفسير القرآن، باب ومن سورة العنكبوت، بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام الترمذي في سننه الحديث 92 بعد 403,000. قال: حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب قال: سمعت مصعب بن سعد يحدث عن أبيه سعد رضي الله عنه، هو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، قال: أنزلت في 4 آيات، فذكر قصة فقالت أم سعد: أليس قد أمر الله بالبر؟ والله لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى أموت أو تكفر. قال: فكانوا إذا أرادوا أن يطعموها شجروا فاها، يعني فتحوا فمها وجعلوا فيه عصا لئلا تطبقه، فيجعلوا فيه الماء والطعام، لأنها امتنعت عن الأكل بسبب إسلام سعد، وكان سعد من أبر الناس بأمه، فأرادت أن تضغط عليه ليترك دينه. فلما مر عليها 3 أيام ولم تطعم كان يغشى عليها، ففتحوا فاها جبرا وأضعوا فيه الماء والشراب، يعني بمعنى شجروا فاها. ونزلت هذه الآية: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك على أن تشرك بي شيئا فلا تطعهما، وعلى أن تشرك ما ليس لك به علم فلا تطعهما، إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يبقى من نزلت الآية لتؤيد سيدنا سعد ألا يطيع أمه بالرغم بره بها في أمره أن يكفر، فاستمر على ما أنت من إسلام ومن إحسان ولا تلتفت لها. وكأن الآية أيدته على ما هو عليه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وعن أبي قال: حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا أبو أسامة وعبد الله بن بكر السهمي عن حاتم بن أبي صغيرة عن سماك بن حرب عن أبي صالح عن أم هانئ رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله تعالى: وتأتون في ناديكم المنكر، في قوم لوط، تأتون في ناديكم المنكر، يعني كانوا يلوطون بالرجال أمام بعضهم البعض من شدة يعني قلة حيائهم ومن شدة فجرهم وإسرافهم. وتأتون في ناديكم المنكر. قال: كانوا يخذفون أهل الأرض ويسخرون منهم، وكانوا أيضا بالرغم من ذلك يعني يخذفون أهل الأرض اللي هم إيه؟ المسلمين، يخذفونهم يعني يلقونهم بالحجارة هكذا، يضعونها على أيديهم أطراف أصابعهم ثم يخذفونها هكذا على المؤمنين حال إتيانهم الفحش، ويخذفون أهل الأرض ويسخرون منهم.
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، إنما نعرفه من حديث حاتم بن أبي صغيرة عن سمك. وعن أبي قال: حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا سليم بن أخضر عن حاتم ابن أبي صغيرة بهذا الإسناد نحوه. باب: ومن سورة الروم. وعن أبي قال: حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن خالد بن عثمة قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الجماحي قال حدثنا ابن شهاب الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لأبي بكر في مناحبة، يعني في مراهنة، المناحبة اللي هي المراهنة، لأن لما نزلت ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا احتط يا أبا بكر؟ فإن البضع ما بين الثلاث إلى التسع، لأنه راهن أن الروم، راهن الكافر على أن الروم تنتصر بعد ثلاث سنين على فارس. فسيدنا رسول الله قال له: أطل له في المدة وأكثر له في الرهان، لأن البضع ثلاث إلى تسع، فلا تبدأ بالرهان بأدنى العدد. ألا احتط يا أبا بكر؟ فإن البضع ما بين الثلاث إلى التسع. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب من حديث الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس. وكان الرهان جائزا ثم حرم بعد ذلك، لأن لما نزلت الآيات كانوا في مكة، وحرم القمار في سورة المائدة حيث قال فيه: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، فحرم بعد ذلك. فلما كان الرهان مباحا لم يأتي تشريع بتحريمه، راهن سيدنا أبي بكر الصديق. فلما مرت تسع سنوات وقد حرم الرهان، قبل سيدنا أبي بكر رهانه عندما كسبه. ومن هنا استدل الإمام أبو حنيفة على جواز العقود الفاسدة في دار الكفر، لأن الرهان عقد فاسد، وبالرغم من ذلك استمر وأخذ سيدنا أبي بكر رهانه وهو في دار الإسلام، لأنه عقده في دار الكفر. فاستدل الإمام أبو حنيفة على جواز العقود الفاسدة في ديار الكفر. وعن أبي قال: حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا المعتمر ابن سليمان عن أبيه عن سليمان الأعمش عن عطية عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر ظهرت الروم على فارس فأعجب ذلك المؤمنين، فنزلت ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. طب وليه المؤمنون كانوا يفرحوا بغلبة الروم؟ لأن الروم منسوبون إلى كتاب، كما أن المؤمنون منسوبون إلى كتاب وهو القرآن، فكان في نوع نسبة بينهم وبين الروم. الروم يؤمنون بالإنجيل فلهم كتاب، والمؤمنون يؤمنون بالقرآن فلهم كتاب، فهناك نوع نسبة. أما الفارس فكانوا عباد نار لا كتاب عندهم، فكانوا يشبهون قريش، وبالتالي كانوا يميلون لمن يشبههم، وقريش كانت تميل للفرس وهم يشبهونهم، حيث لا كتاب عندهم ولا سبق نبي. قال: ففرح المؤمنون بظهور الروم على فارس. قال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، كذا قرأ نصر بن علي غلبت الروم. يبقى ايه القراءة بتاعة الحديث؟ نقرأ تاني عشان ايه، هي قرئة على غير القراءة المعتادة، هي قراءة شاذة. ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض، غلبت الروم دي قراءة شاذة، ودي القراءة بتاع
حديث أبي سعيد قال لما كان يوم، ودي قراءة يسموها قراءة شاذة يعني ثبتت آحاد ولم تثبت تواترا. وكان العرب يعني يتفاءلون، فلما كان هناك نوع تشابه بين المسلمين والروم أن هؤلاء لهم كتاب والمسلمون لهم كتاب، وأن الله نصر أهل الكتاب على من لا كتاب لهم، فيستبشرون بأن الله ينصرهم على قريش وهم لا كتاب لهم، هذه سبب فرحهم. وعن أبي قال حدثنا الحسين بن حريث قال حدثنا معاوية بن عمرو عن أبي إسحاق الفزاري عن سفيان الثوري عن حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قول الله تعالى ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض، قال غلبت وغلبت، كان المشركون يحبون أن يظهر أهل فارس على الروم لأنهم وإياهم أهل أوثان، وكان المسلمون يحبون أن يظهر الروم على فارس لأنهم أهل كتاب، فذكروه لأبي بكر فذكره أبو بكر لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أما إنهم سيغلبون، فذكره أبو بكر لهم فقالوا اجعل بيننا وبينك أجلا، فإن ظهرنا كان لنا كذا وكذا، وإن ظهرتم كان لكم كذا وكذا، فجعل أجل 5 سنين فلم يظهروا، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال ألا جعلته إلى دوني، قال أراه العشر، إلى دون العشر يعني. قال سعيد والبضع ما دون العشر. قال ثم ظهرت الروم بعد، قال فذلك قوله تعالى ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء. قال سفيان سمعت أنهم ظهروا عليهم يوم بدر، يوم بدر يعني كان في العام الثاني من الهجرة في رمضان. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب، إنما نعرفه من حديث سفيان الثوري عن حبيب بن أبي عمرة. وعن أبي قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني ابن أبي الزناد عن أبي الزناد عن عروة بن الزبير عن نيار ابن مكرم الأسلمي قال لما نزلت ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، فكانت فارس يوم نزلت هذه الآية قاهرين للروم، وكان المسلمون يحبون ظهور الروم عليهم لأنهم وإياهم أهل كتاب، وفي ذلك قول الله تعالى يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، أي بنصر الله لأهل الكتاب، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. فكانت قريش تحب ظهور فارس لأنهم وإياهم ليسوا بأهل كتاب ولا إيمان ببعث، فلما أنزل الله تعالى هذه الآية خرج أبو بكر الصديق رضي الله عنه يصيح في نواحي مكة ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، قال ناس من قريش لأبي بكر فذلك بيننا وبينكم، زعم صاحبكم أن الروم ستغلب فارسا في بضع سنين، أفلا نراهنك على ذلك؟ قال بلى، وذلك قبل تحريم الرهان، فارتهن أبو بكر والمشركون وتواضعوا الرهان، وقالوا لأبي بكر كم تجعل البضع 3 سنين إلى 9 سنين، فسم بيننا وبينك وسطا تنتهي إليه، قال فسموا بينهم 6 سنين، قال فمضت 6 سنين قبل أن يظهروا، فأخذ المشركون رهن أبي بكر، فلما دخلت السنة 7 ظهرت الروم على فارس،
فعاب المسلمون على أبي بكر تسمية 6 سنين، لأن الله تعالى قال في 4 سنين، قال وأسلم عند ذلك ناس كثير. قال هذا حديث صحيح حسن غريب من حديث نيار بن مكرم لا نعرفه إلا من حديث عبد الرحمن بن أبي الزناد. باب ومن سورة لقمان. وعن أبي قال حدثنا قتيبة قال حدثنا بكر بن نصر قال حدثنا بكر بن مضر عن عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم بن عبد الرحمن وهو عبد الرحمن مولى عبد الرحمن عن أبي أمامة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تبيعوا القينات ولا تشتروهن ولا تعلموهن ولا خير في تجارة فيهن وثمنهن حرام. القينات هي الجارية المغنية، وكانت تباع الجارية المغنية بسعر أعلى، وكانت لا تغني إلا مع شرب الخمر ولعب القمار. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع القينات وشرائهن، وأن ثمنهن حرام لأنهن يفعلن ذلك مع شرب الخمر ومع اختلاط الرجال مع النساء ومع لعب الخمار ومع الزنا والعياذ بالله. في مثل ذلك أنزلت عليه هذه الآية ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. وهذه الآية عمدة من يحرمون الغناء، هذه الآية. والحقيقة أن الغناء ليس حرام في كل صوره، ولكن حرام في صورة في هذه الصورة، وهو أن يكون مصاحبا بالموسيقى والخمور، يعني المعازف والخمور والنساء في وقت واحد. إذا اجتمع ذلك يبقى الغناء حرام، أما إن كان على غير ذلك فالغناء هو شعر حسنه حسن وقبيحه قبيح، والمعازف ما هي إلا صوت، والصوت لا ينبني عليه حكم. وإلا يبقى يحرم عليك حفيف الرياح الذي تسير فوق في وسط الأشجار فتعمل صوت، أو يحرم عليك سماع صوت البلبل، أو يحرم عليك سماع المؤذن الذي يتغنى بالقرآن ويؤذن. فالغناء حد ذاته أو النغم، أو النغم نفسه ده صوت، والصوت الجميل الحسن كان يحبه النبي، وكان يترنم بأصواتهم وبأشعارهم ويحدو للإبل. وبالتالي يبقى هذه الآية لا تصلح أن تكون دليلا على حرمة المعازف مطلقا، بل المعازف حرام إذا صاحبها غناء فاحش وخمور وقمار ونساء. إذا اجتمع هذا هذه الصورة حرام، واضح؟ ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. قال أبو عيسى هذا حديث غريب، إنما يروى من حديث القاسم عن أبي أمامة، والقاسم ثقة، وعن ابن يزيد يضعف في الحديث. قال سمعت محمد بن إسماعيل يقول القاسم ثقة وعلي بن يزيد يضعف. باب ومن سورة السجدة. وعنه به قال حدثنا عبد الله بن أبي زياد قال حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله الأويسي عن سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن هذه الآية تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. نزلت في انتظار هذه الصلاة التي تدعى العتمة. كان الصحابة يبدأوا حياتهم من صلاة الفجر، فكانوا إذا وصلوا إلى المغرب كانوا يشعرون بالتثاقل العجيب وشعور قوي للنوم، حتى أن النوم كان يغلبهم بعد صلاة المغرب قبل صلاة العشاء، وينتظرون صلاة العشاء بصعوبة، حتى أنهم كانوا يجافون يعني جنوبهم عن المضاجع مخافة أن تفوتهم صلاة العشاء.
فنزلت هذه الآية فيهم تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يعني لا ينامون قبل صلاة العشاء، يبقى معناها لا ينامون قبل صلاة العشاء. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرف إلا من هذا الوجه. وعن أبي قال: حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: قال الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وتصديق ذلك بكتاب الله عز وجل، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. قال: هذا حديث حسن صحيح. يبقى فلا تعلم نفس يعني لا يخطر على بال أحد، هذه معنى فلا تعلم نفس، فلا يخطر على بال أحد عظمي وكثرة وتنويع نعيم الله في الجنة للمؤمنين، أو إنعام الله في الجنة للمؤمنين. وعن أبي قال: حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن مطرف ابن طريف وعبد الملك وهو ابن أبجر أنهما سمع الشعبي يقول: سمعت المغيرة ابن شعبة على المنبر يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن موسى عليه السلام سأل ربه فقال: أي ربي، أي أهل الجنة أدنى منزلة، يعني أقل واحد في أهل الجنة، أي أهل الجنة أدنى منزلة، يعني أفقر واحد في الجنة، أقل واحد خالص. فهمت؟ أدي معنى الأدنى منزلة اللي هو إيه؟ أقل أهل الجنة إيه؟ تنعما. قال: رجل يأتي بعدما يدخل أهل الجنة الجنة فيقال له: ادخل الجنة، فيقول: كيف أدخل وقد نزلوا منازلهم وأخذوا أخذاتهم؟ قال: فيقال له: أترضى أن يكون لك ما كان لملك من ملوك الدنيا؟ فيقول: نعم، أي ربي قد رضيت. فيقال له: فإن لك هذا ومثله ومثله ومثله. فيقول: رضيت أي ربي. فيقال له: فإن لك هذا وعشرة أمثاله. فيقول: رضيت أي ربي. فيقال له: فإن لك مع هذا ما اشتهت نفسك ولذت عينك. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وروى بعضهم هذا الحديث عن الشعبي عن المغيرة ولم يرفعه، والمرفوع أصح. باب ومن سورة الأحزاب. وعن أبي قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا صاعد الحراني قال حدثنا زهير قال أخبرنا قابوس ابن أبي ظبيان أن أباه حدثه قال: قلنا لابن عباس: أرأيت قول الله عز وجل: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، ما عنا بذلك؟ قال: قام نبي الله صلى الله عليه وسلم يوما يصلي فخطر خطرة، فقال المنافق، يعني سهى سهوة في صلاته، فخطر خطرة يعني سهى سهوة، فقال المنافقون الذين يصلون معه: ألا ترى أن له قلبين، قلبا معكم وقلبا معهم؟ فأنزل الله: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. المقصود من قلبين في جوفه يعني من اهتمامين في وقت واحد، أو انتباهين في وقت واحد. فإذا انتبه انتباهين في وقت واحد يكون سببا للتشويش، اللي هو المصريين يقولوا عليه ايه؟ صاحب بالين كذاب. المثل بتاع المصريين اللي يواسي هذه الآية ايه؟ صاحب بالين، البال اللي هو الانتباه، يعني يقول لك: مدي باله لكذا، اديني بالك، خد بالك مني، يعني خد انتباهك مني. فهمت ازاي؟ فيقولوا ايه؟ صاحب بالين كذاب، يعني ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، نفس المعنى. فهمت بقى؟ يعني كأنها برضو مناسبة لتحريم التبني. ليه؟ لأنه كما جعل لم يجعل لرجل في قلبين في جوفه، لم يجعل لرجل أبوين في وقت واحد،
يبقى ليه اب بالتبني واب بالولاد، ما ينفعش. فلا بد يبقى الاب واحد ويبقى القلب واحد، يعني الانتباه واحد والاب واحد. لها ايضا علاقه بايه؟ بالايات التي تاتي بعدها. وعن ابي قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثني احمد بن يونس قال حدثنا زهير نحوه قال ابو عيسى هذا حديث حسن. وعن ابي قال حدثنا احمد بن محمد قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال اخبرنا سليمان بن المغيره عن ثابت عن انس رضي الله عنه قال قال عمي انس بن النضر سميت به انس بن مالك، بيقول عمي انس بن النضر سميت به، يعني سموني انس على اسم عمي يعني. فهم؟ لم يشهد بدرا. وايه انس بن النضر ده عمه لم يشهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكبر عليه، زعل ان هو لم يشهد بدر، لم يخرج مع النبي، لان النبي لم يخرج لبدر يريد غزو، كان يريد ايه العير. ولذا تساقل بعض ايه الانصار لم يخرجوا مع النبي، فلما وقع القتال وحدثت بدر ندم كل من لم يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم، كيف لم يخرج معه؟ فكان منهم انس بن النضر. فكبر عليه فقال اول مشهد شهده رسول الله صلى الله عليه وسلم غبت عنه، اما والله لئن اراني الله مشهدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرين الله ما اصنع. يعني قال الكلام ده، يعني اول مشهد بقى هيشوفه ما هوري ربنا هعمل ايه. كلمه كده خاف من الصحابه، يعني انت مش عارف اي قاطع، تكون مريض تكون ضعيف، فهمت ازاي؟ انت كده يعني ايه عهدت امر ليس في يدك ان توفيه، علشان كده ايه فهاب ان يقول غيرها. قال فهاب ان يقول غيرها، فشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم احد من العام القابل، فاستقبله سعد بن معاذ فقال يا ابا عمرو اين؟ قال واها لريح الجنه اجدها دون احد، فقاتل حتى قتل، فوجد في جسده 84 من بين ضربه وطعنه ورميه. فقالت عمتي الربيع بنت النضر فما عرفت اخي الا ببنانه، يعني كانه من كثره تقطيعه في المعركه لم يظهر فيه الا بنانه، كان عنده علامه في اصبعه فعرفته بعلامه في اصبعه. ونزلت هذه الايه رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه يعني اجله، قضى نحبه يعني قضى اجله يعني مات، فمنهم من قضى نحبه اللي هو زي سيدنا ايه انس بن النضر، وكذلك مصعب بن عمير وغيرهم، ومنهم من ينتظر يعني ما زال حيا، وما بدلوا تبديلا يعني وما بدلوا عهد الله تبديلا. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح. نقرا الحديث تاني. قال عمي انس بن النضر سميت به، ده سيدنا انس بيحكي عن عمه، لم يشهد. قال عمي انس بن النضر سميت به لم يشهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر عليه، فقال اول مشهد شهده رسول الله صلى الله عليه وسلم غبت عنه، اما والله لئن اراني الله مشهدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرين الله ما اصنع. قال فهاب ان يقول غيرها، يعني ما رضاش يقول ايه هعمل ايه، يعني قال ما اصنع مبهمه، فهمت؟ فهاب ان يقول غيرها. فشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم احد من العام القابل، فاستقبله سعد بن معاذ. سعد بن معاذ كان ايه قريب له وصديق، استقبله هم طالعين بقى وهيواجهوا الكفار. فقال يا ابا عمرو اين؟ يعني راي على فين؟ قال واها لريح الجنه اجدها دون احد، يعني اشم رائحه الجنه ايه خلف احد. فقاتل حتى قتل، فوجد في جسده
بضع وثمانون من بين ضربة وطعنة ورمية. الضربة تكون بالسيف، والطعنة تكون بالرمح، والرمية تكون بالسهم. فهمت بقى؟ يبقى كل واحدة ليها معنى. الضربة تكون بالسيف، والطعنة بالرمح، والرمية بالسهم. فقالت عمتي: الربيع بنت النضر، فما عرفت أخي إلا ببنانه. ونزلت هذه الآية: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدله تبديلا. وكأنه وفى بنزره. فهذه أيضا الآية تحث على الوفاء بالنزر. إن كنت نذرت طاعة عليك أن توفي حتى تكون من أهل هذه الآية. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وعن أبي قال: حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حميد الطويل عن أنس بن مالك أن عمه غاب عن قتال بدر، فقال: غبت عن أول قتال قاتله رسول الله صلى الله عليه وسلم المشركين، لئن الله أشهدني قتالا للمشركين ليرين الله كيف أصنع. فلما كان يوم أحد انكشف المسلمون، بعد ما نزل ايه الرماة ان حصل انكشاف للمسلمين والناس تراجعت. هو بقى لما شاف كده راح داخل في المشركين، فاهم؟ فقال: اللهم اني ابرأ اليك مما جاء به هؤلاء، يعني المشركين، واعتذر اليك مما يصنع هؤلاء، يعني الصحابة اللي هم كانوا بيتراجعوا في الهجمة البغتة. ثم تقدم فلقيه سعد فقال: يا أخي ما فعلت؟ أنا معك. قال: يا أخي ما فعلت؟ أنا معك. فلم أستطع أن أصنع ما صنع. فوجد فيه بضع وثمانون من ضربة بسيف، وطعنة برمح، ورمية بسهم. يبقى الرواية هنا بينت لك الفرق بين الطعنة والضربة والرمية. فكنا نقول فيه وفي أصحابه: نزلت، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. قال يزيد: يعني هذه الآية. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. واسم عمه أنس بن النضر. وعنه به قال: حدثنا عبد القدوس ابن محمد العطار البصري قال حدثنا عمرو بن عاصم عن إسحاق بن يحيى ابن طلحة عن موسى بن طلحة قال: دخلت على معاوية فقال: ألا أبشرك؟ قلت: بلى. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: طلحة ممن قضى نحبه، يعني ممن قضى نحبه، يعني قضى أجله أو قضى وفاء نذره حتى مات. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث معاوية إلا من هذا الوجه، وإنما روي عن موسى ابن طلحة عن أبي، لأن طلحة دافع عن النبي أشد دفاع في أحد حتى أنه شلت يده وعاش مشلول اليد بسبب أنه دافع عن النبي، وكان يتلقى الضربات التي تأتي على النبي بجسده، لأن كان المشركون يركزون الضرب على جهة النبي يريدون قتله في أحد، فتكتل فكان يلاقي الضربات في جسده حتى أنه ضرب ضربات أكثر من 80 ضربة. فالنبي قال طلحة أوجب طلحة أوجب طلحة، وشلت يده وعاش مشلول اليد بسبب هذه الحادثة، وكان يخرج الغزوات ويقاتل بيد واحد واليد الأخرى مشلول رضي الله عنه وأرضاه، وهو من العشرة المبشرين. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث معاوية إلا من هذا الوجه، وإنما روي عن موسى ابن طلحة عن أبيه. ونقف عند هذا الحد، نكمل غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم يسر أمورنا، استر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك آملنا، وفقنا نحن وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم.
عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك وامداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.